رفض دعوة المدرب براندل. كرة ملعوبة الآن إلى جوناثان. جوناثان يحاول يمر، يتقدم جوناثان. يعرف هدف أول. نعم نيراتوري يسجل. الإنتر يتقدم بأولى الأهداف عن طريق نجم الهداف رودريغو بالاسيو. يتألق، يجد الكرة على طبق من ذهب. جوناثان هو من يعمل كل شيء من برازيلي إلى أرجنتيني في الملاعب الإيطالية. النيراتوري يتقدم بأولى الأهداف. الإنتر في ملعبه ولا خارج ملعبه يا وولتر ماتزارو أو وولتر ماتزاري؟ الأمر سيار بالنسبة للنيراتوري، يتقدم الآن بأولى الأهداف. لاحظ جوناثان هكذا كان يفعل مايكون، هكذا كانت تحركات مايكون. جوناثان يرتدي القميص رقم 2، يقدم مستوى وأداء جميل، يعوض الآن ويذكر جماهير. الكرة تتخلص وتبعد، عادت الكرة مرة أخرى. كامبانيارو ممتاز، كامبياسو والأروع إلى جوارين، جوارين إلى جوناثان. جوناثان لم نشاهد بشكل المباراة الثاني. بلاسيو يا ولد، هدف يدرس، هدف يدرس. هم دائما من يسجلوا بهذا الموسم. نعم الياباني يسجل، والنيراتوري يتقدم. بلاسيو عندما يسجل لابد بأن ناغاتومو يسجل. الآن ناغاتومو يسجل ثاني الأهداف بعد كرة عرضية رأسية محكمة لكن عرضية جميلة جدا. الإنتر يتقدم بالهدف الثاني، رأسية وكأنها بقدمه وليست برأسه، كناية عن قوة رأسية اللاعب ناغاتومو اللي يسجل ثاني الأهداف. ثنائية للإنتر، الإنتر يتقدم بهدفين. وكتانيا يعاني والمعاناة مستمرة بعد أن خسر أمام نبيولا في الجولة الماضية، الآن أيضا متأخر بثنائية أمام كتانيا أو أمام الإنتر عفوا في ملعب الإنتر مقابل تعادلين و14 انتصار لنادي الإنتر. كرة موجودة الآن خطيرة هذه. ألفاريز يا عيني يا عيني يا عيني، هدف أنتوني، هدف جميل. ألفاريز يتوج مجهوده في هذه المباراة بهدف ملعوب، تلاعب بدفاعات كتانيا، مر من كل اللاعبين، وضع الكرة في الشباك. ألفاريز يجبر لاعبي نادي كتانيا على مناظرته فقط، على التعجب بما يقدمه في هذه المباراة. ألفاريز يسجل الثالث، كتانيا يعاني والإنتر متألق. الإنتر يبحث عن 3 نقاط يا رولاندو، يتقدم بالثلاثة، كل نقطة بهدف. ريكي أو اللاعب ريكاردو ألفاريز مر، تقدم، تلاعب، وضع الكرة، نظرها حارس المرمى، حارس المرمى فقط تابع الكرة وهي تعانق الشباك. الهدف الثالث يحضر الآن للإنتر. النيراتوري يضرب بقوة والنجم المتألق اللاعب ريكاردو ألفاريز يسجل الهدف الثالث. ثلاثية.